كنت الحقوق ديالي كانت تنفيذ الاحكام، كنت تنفيذ الاحكام، تنفيذ الاحكام، تنفيذ الاحكام، تنفيذ الاحكام، كنت تنفيذ الاحكام. من ضحايا ضحايا كوماناف، جا مسكين شاهو شو الحاله ديالو كي دايره، جا يبغى يهضر على حقه تنفيذ الاحكام. جاي من مدينه اخرى، جاي من واد الزم، جاي لهنا، جاي على قبل كان خدام لنا في هذه الشركه. الحاله ديالو مسكينه هاي كتبان لك، ما عندنا ما نخبيو. وهاد الناس 14 عام وما مع 14 عام كيجريو على هذا الحكم ديالهم. 14 فين الحق في القانون؟ فين الحق في القانون؟ حالة السيد هذا كاين منه بزاف، هذا غير واحد من هذوك الناس. احنا دابا المشكل ديالنا، احنا دابا احنا المغرب طارق واقع طايح في مشكل ديال ما لاقيش الناس اللي يجيو، والعالم كامل عنده لافلوط ديالو، الا هاد البلاد هادي اللي باعوا لافلوط، باعوا البابر، باعوا كل شيء وخرجوا على البلاد كامله، ما خرجوش غير علينا احنا، خرجوا على البحر كامل بصفه عامه، الناس كيديو في الملاير من بلادنا حنايا، وبلادنا ما مستافداش من الملاير ديال الترونسبور. شو الناس اختصاصيين ديال الاقتصاد واختصاصيين، كنجيبوا السلعه بمليار، كنخلصوا عليها جوج المليار. كنجيبوها بمليار ونخلصوا على الترونسبور. كانت عندنا حنا كان شركه من اكبر الشركات في العالم، معروفه في العالم كامل. هاد الناس هادو كاملين، كاين اللي داير تور دي مون ثلاث مرات جوج مرات. الشركه ديال لاكوماناف اللي باقه هنايا، والاحكام ديالنا اللي ما تنفذتش لحد الساعه، والناس كاين اللي تباراليزا، كاين اللي تطلق، كاين اللي طلق ولادو، كاين اللي مات، كاين اللي انتحر، كاين اللي وهادو من الحالات، من الحالات هذه القليله، هذه راه من الحالات اللي جا. وكاينه ام ما جات، راه 1500 عائله، 1500 فرد، يعني 1500 عائله اللي ضربتي عليها كل واحد عنده جوج كتولي 3000. حنا بغينا نرجعوا، حنا اللي بغينا من غير رزقنا حنا، والتعميم، التعميم هادي يمشيو بحالاتهم الفرنساويين، يمشيو بحالاتهم الاسبانيون، يمشيو بحالاتهم الالمان. حنا بغينا التعميم ديال لاكوماناف، الشركه المغربيه للملاحه تعاود التعميم ديالها، والناس ديالها. حنا كنا مدراسه ديال البحر، كوماناف كانت مدراسه ديال البحر، كومبيتونس عمرها طرات من شي افاري لمده ديال 70 سنه، ما عمر غرق شي بور، ما عمرو مات شي مسافر، ما عمرو نعس شي مسافر في خزيره الزنقه. دابا الناس ناعسين في الزنقه، ناعسين في كل شيء، عار 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 كاع يقول لك بلاد تقدم. ما خلينا لما نشكينا، راه اعلى سلطه في البلاد شكينا لهم، اعلى سلطه في البلاد شكينا لهم، وعارف لافير ديالنا، لان ما كانش شي شركه صغيره ديال الكارتون ولا ديال الكاغات ولا ديال شي حاجه. راه المشكل ديالنا راه معمم ومعروف عالمي ووطنيا وكل شيء، الناس عارفاه في التدقيق. كوماناف الناس استغلتها واحد الاستغلال ديال العبوديه. كاين شي واحد في هذا الوقت 2021 خدام في شركه عالميه كيتلاح بزيرو درهم، ولا كان القضاء سلطه عاليه في البلاد، عاليه في البلاد كتقول الكلمه ديالها، راه قالت الكلمه ديالها ودارت الاحكام وتحكمات. علاش ما تنفذوش الاحكام ديال عباد الله؟ علاش ما تنفذوش الاحكام؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ واش هاد الناس ماشي مواطنين؟ واش ما عندناش الدم ديال تامغرابيش؟ واش دوزنا شويه؟ راه طيحنا سناننا، شبنا، واخر ايامنا كيلوحوا لنا الزنقه، عيب وعار. زيد موسيف هذا الشيء اللي حنايا ضحايا كوماناف، اللي دابا 10 سنوات باقي ما تنفذش الحكم، وحنا دابا كنلاجئوا لسيدنا نصرو الله يخليه لينا وطولنا عمر، باش يرجع الاسطول المغربي للبلاد، باش تكون ان شاء الله البلاد تحرك ان شاء الله، باش يكون الدرابو مغربي. وشكرا. الرحمن الرحيم، معك الزين محمد عدنان، كاتب عام وطني للمكتب النقابي الوطني للملاحه التجاريه، المنضوي تحت لواء اتحاد الديمقراطي النقابات المغرب. اليوم قرابه 200 ضحيه من ضحايا كوماناف. وعلاش نقول لهم ضحايا كوماناف؟ لحقاش كانوا كيشتغلوا بهذه الشركه الام اللي هي شركه المغربيه للملاحه كوماناف، وتم في 2007 الخصصه ديال هذه الشركه، يتم فيما بعد اي سنه بعد ذلك في 2008 بيع فرع كوماناف فيري لمجموعه كوماريت. الجميع يعلم ان المآل ديال هاد الشركتين بجوج، كوماريت وكوماناف فيري، الو التسويه ثم بعد ذلك التصفيه. غير الغريب في الامر هو ان شركه كوماناف فيري لا تتوفر لا على منقولات، لا على حساب بنكي، لا على اموال او لا عقارات، مما ادى الى اقفال مسطره التصفيه. اذا غادي نوضعوا هذا الشيء هذا كامل جانبا، وغادي نرجعوا نتكلموا على الجوهر ديال المشكل. الجوهر ديال المشكل هو تمت الخصصه في 2007 وما حافظوش على الشغيله، 2008 باعوا كل شيء، اللي باش يمشي كل شيء في الهلاك. الناس كاملين مجموعين اليوم كيطلبوا بحاجه واحده،
كيطلبوا دفتر تحملات خصصة شركة كوماناف لفائدة سيما سي جي ام. الحمد لله كان الحضور، جاوا الناس من اكادير، من ناظور، من طنجة، من اسفي، وعندنا لائحة الحضور اللي غادي نشروها ونبارطاجيوها مع المنابر الإعلامية. ومرة أخرى تنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي نقلوا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد حركة الأمين العام المركزي للنقابة الاتحاد الديمقراطي في نقابة المغرب. اليوم حضرنا كأصدر الإخوان ديالنا ديال المكتب الوطني للملاحة التجارية. المشكل اللي عندهم أن الشركة تخصص 2007 وتم طرد ديال 1500 عامل من الشركة بدون حساب مستحقات ديالهم. واللي نقول للسلطات ان الاخوان خدوا واحد الحكم اللي هو نهائي وما تنفذش حتى الان. اللي كنطالبوا اليوم هو دفتر التحملات، لان الشركه ديال كوماناف كتقول ان ما عندها لا اموال لا عقارات لا والو. والغريب في الامر ان معظم ديال 1500 عامل كلها تشردات خرجت بزيرو ديغام، رغم ان هناك حكم نهائي باش ياخذوا المستحقات ديالهم. لهذه هذه كانت خطوه اولى ديال النضال، ديال وقفه احتجاجيه سلميه، غتكون ان شاء الله وقفه ثانيه، وغيكون ان شاء الله اعتصام ديال 1500 عامل باش يسترجعوا الحقوق ديالهم. لهذا كنطالبوا سيدنا صاحب الجلاله نصر الله بانه هذا الملف هذا يعطي واحد بعين الاعتبار، اخذوا بعين الاعتبار باش هاد الناس ياخذوا المستحقات ديالهم، لان حطينا عده شكايات وحطينا تساؤلات في البرلمان حد الساعه. هذا الملف اقبر، ولهذا الناس ما بغاش تدافع الحق ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.